بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلاب الصف الثامن، يعطيكم العافية جميعا. رح نحل إن شاء الله أسئلة الدرس، وهو درس المرأة الأردنية، ومن بعد إن شاء الله أسئلة الوحدة. السؤال الأول: ما الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات الآتية؟ أولا التعليم. انخفضت الأمية بين النساء من 68% عام 1961 ميلادي إلى 8.9% عام 2015. ثانيا، ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي لتصل إلى 97.7%. ثالث، زادت نسبة الالتحاق الفتيات بالتعليم الجامعي بكافة مستوياته. القضاء. بدأ دخول المرأة في سلك القضاء في الأردن عام 1996، حيث عينت أول امرأة قاضيا وحتى عام 1998، وكان مجموع النساء القضاة خمسة فقط. وفي عام 2003 ارتفع العدد إلى 23 قاضيا، وزاد العدد في السنوات التالية، هذا عدا عن المحاميات المسجلات في نقابة المحاميين الأردنيين. الاقتصاد. اسهامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة كقطاع الخدمات والبنوك وصاحبات المهن. السلطة التشريعية. حصلت على حقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية والمجالس البلدية ومجالس المحافظات. السلطة التنفيذية. تولت العديد من المناصب كمنصب وزير. القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى. تنوع دور المرأة في هذا القطاع في مجالات مختلفة، منها الهندسة والحاسوب والطب والإعلام. وعملت في القوات المسلحة كمعلمة في مجال الخدمات الطبية، وأبراز دورها في القوات المسلحة تم تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية، وتأسيس مدرسة لتدريب الشرطة النسائية، واستحداث قيادة الشرطة النسائية ودخولها في مجال الدفاع المدني. السؤال الثاني: اذكر صعوبات تواجهها المرأة الأردنية. لا تزال مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات مهنية. ثانيا، النظرة السلبية من المرأة إلى المرأة. الاستنكاف عن العمل العام من قبل بعض النساء. اعتقاد البعض أن الدور الرئيسي للمرأة يجب أن يقتصر على رعاية الأبناء وتدبير شؤون المنزل. السؤال الثالث: اذكر الأهداف التي تسعى إليها المنظمات والجمعيات النسائية في الأردن. توثيق أواصر التعاون بين الهيئات التطوعية والنسائية في الأردن والهيئات العربية والدولة المماثلة. الاهتمام بالمستوى الصحي للمرأة وعمل برامج توعية للاهتمام بصحة المرأة. السعي لرفع مكانة المرأة الأردنية في الحياة الاجتماعية والسياسية. رفع مستوى أداء المرأة الأردنية اقتصاديا وفي مختلف المهن والأعمال التي تتولاها. السؤال الرابع: اذكر امرأة أردنية برزت في كل من المجالات الآتية. عضو في منظمة دولية، ريما خلف. أما كاتبة أردنية، مس، هذه الإجابة للطالب. شاعرة أردنية، نجاح المساعيد. السؤال الخامس: المرأة نصف المجتمع. ناقش هذه العبارة مبينا أهمية التكامل بين الرجل والمرأة من حيث الأدوار التي يقوم بها كل منهما. لا تقوم نهضة الأمم والمجتمعات دون الأدوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة، فكل منهما له عمله الذي يقدمه في المجتمع. أسئلة الوحدة. السؤال الأول: عرف كل مما يلي. النوع الاجتماعي والتنمية. النوع الاجتماعي هي العلاقات والأدوار والسلوك المناسب الذي يحدد المجتمع لكل من الرجل والمرأة في ضوء موروثات اجتماعية. التنمية هي التطورات والتحولات التي تحدث في المجتمع في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. السؤال الثاني: اذكر أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة. الدور الأسري، يتشارك الرجل والمرأة معا في رعاية وتربية الأبناء وأداء الواجبات المنزلية وإدارة شؤون الأسرة واتخاذ القرار. الدور الإنتاجي، يتمثل في الجهد المشترك الذي يبذله كل من الرجل والمرأة في الإنتاج وتقديم الخدمات لتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع. الدور الثقافي، يشمل دور المرأة والرجل في الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية ونشر الوعي بمختلف القضايا عبر وسائل الإعلام. السؤال الثالث: الصعوبات التي تواجه المرأة.
لا تزال مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني تصدم أحياناً بالموروث الثقافي والاجتماعي التقليدي. ثانياً، استنكاف بعض النساء عن العمل العام. ثالثاً، اعتقاد بعض النساء أن دور المرأة يقتصر على رعاية الأبناء وتدبير شؤون المنزل. السؤال الرابع، دور المرأة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بدأت المرأة العمل في القوات المسلحة عام 1950 كمعلمة في مدارس التعليم والثقافة العسكرية. عملت المرأة في مجالات الخدمات الطبية والتمريض والمهن الطبية المساندة. تأسيس إدارة شؤون المرأة العسكرية عام 1995 ميلادي. تأسيس أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية عام 1972 ميلادي. استحداث قيادة الشرطة النسائية عام 1987 ميلادي. دخول المرأة في مجال الدفاع المدني. السؤال الخامس، اذكر حلول لمواجهة الصعوبات التي تواجه المرأة الأردنية. أولا، تشجيع المرأة الأردنية على الانخراط في العمل الحزبي والنقابي، وأيضا تشجيع المرأة الأردنية على الانخراط في العمل الحزبي والنقابي، وأيضا توعية الناس لأهمية دخول المرأة في مجالات الخدمة العامة، وعمل برامج تلفزيونية وإذاعية لمحاولة تقبل الناس لمشاركة المرأة في العمل العام وتغيير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.